مدرسة اتحاد طلبة، بمعنى اني اشارك في الاضرابات وفي التحركات في باسم اتحاد طلبة. هو نظرة اجتماعية ومشروع يدافع عن قضايا الطالب التونسي والمواطن التونسي. هي تراكمات عندها سنين، ورأينا انه تجاذبات سياسية وليس الا يعني انا كناشطة في اتحاد الطلبة اتبرأ من كلا المؤتمرين اللي يتحدثوا باسم الاتحاد العام طلبة تونس. الطالب العادي يقول لك انا شو مدخلني يعني في الصراع هذا، وانتم تخدموا في مصالحكم السياسية وما كومش قاعدين تخدموا في قضايا الطالب وفي حقوق الطالب. ليه صحيح عنده تأثير، مش معناه يكون صادق، ما اغلب الحكاية متاعهم يخدموا في مصالحهم، يخدموا في مصلحته خاصة تو سامبلومون، معناها دار العركة يضربوا بالعسيل هنا، وهذا معناه مستوى متاع الطلاب. انا نحترمه معناه مع احتراماتي كلهم لوجيت وليجيتي، واحد كل شيء، ما انا واحد من الناس ما عنديش انتماء سياسي جدا، نقرا روحي نربح وقتي زاد ربح انا وقتي كل نروح نروح. اولا خاطر مش فاهمه الكونسيبت برشا كيما شطر الطلبه نتاع تونس، معناها فما جوست هكا جماعه ثقافات فاهمين الكونسيبت بالكدا ويعرفوا التاريخ كل شيء، والباقي الكل ما يعرفوا حتى شيء. وعلى خاطر متسيسه برشا جماعه على اساس متابعين اليسار، وجماعه يحبوا اليمين والاسلام، هما نفسهم المطالب تاع طلبه ماكله وشويه حاجات هكا، مش رافضه تماما. اما انا بيرسونيلمون يمكن خاطر حتى على الوقت وعلى الوسع بال، معناها كيما نقولوا بنقص تكسير كرايم عندي، نجي نقرا ونروح على روحي هكا. ما شفتي حتى يعني انا متمسك بالجو الاجتماعي للمنظمه ودورها القيادي في تأثير في تأثير الحركة الشعبية بتاعها. أنا من رأيي معناه إنه الأسباب متاع الانقسام هذا هو راجع للتوظيف، التوظيف الحزبي اللي بعض الأطراف خاصة الأحزاب السياسية اللي تحب إنها تطوع اتحاد طلبة لمصلحتها السياسية. المصالح الضيقة والمصالح الحزبية قاعدة تتقدم على مصالح الطلبة للأسف. أي شكل من أشكال العمل النقابي هو كان نوعا ما مكروه ومستبعد للطلبة لأنه كان يأثر لهم على مستقبلهم، وهذا معتمد. كذلك العنف في وسط الجامعة ما هو في مصلحة الطرف، وإذا كان هو في مصلحة الطرف فهو في مصلحة الأطراف الرجعية. والله نعرفش، ما حسب ما شفت أنا ما طلعتش ياسر على الموضوع، ما حسب ما شفت ثم مواضيع ما أهم برشا من المواضيع اللي لهين بيهم في حجاب مش حجاب وإيشو. برشا عارك غديك بيناتهم وشي ما تفهم، هار كاملوا ما يدارك، دونك واحد يخير يقعد هكا نوتر بيناتهم كيف فارغ نشوف. دخلت في السياسة دونك ما عادش يدافعوا على الطلبة، يدافعوا على السياسة أكثر من الطلبة.